بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات شهر رمضان المبارك من حلقات الفقه حياة، وما أجملها من حياة في خضم سفرة الله الممدودة أمامنا، وأن نأكل منها من الطيبات ما لذ لنا وطاب، وكل سفرته وما فيها طيب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم على البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم ووفقكم الله لكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شاكر لكم فضلكم، حياكم حياكم الله سيدنا الكريم. على بركة الله نبدأ معك مشاهدنا الفاضل. الوقت المقبل كله على امتداد هذا الوقت مخصص لحضرتك للفائدة إن شاء الله تعالى، ولاقتناص ما يمكن اقتناصه من هذه الأمور الطيبة والكريمة في هذا الشهر الطيب والكريم. بداية راح نتوقف مع آية مباركة ونتدبر فيها، وبعدها نتحول إلى أسئلتكم ومشاركاتكم. لذا من الآن حضر سؤالك وتهيئ للاتصال إن شاء الله بعد تقريبا 13 دقيقة من الآن. سيدنا الكريم، توقفنا وتحدثنا أنا وجنابكم عن يعني قبل التصوير عن الممتحنة، عن سورة الممتحنة وما فيها الكثير من الأمور المرتبطة ب التعاطي مع أعداء الله بطريقة خاصة. بصراحة أمور غريبة عجيبة. نبدأ بالآية الأولى وننتهي بالآية الأخيرة. الآية الأولى سيدنا جزء من عدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والآية الأخيرة طبعا هذا جزء من الآية الأولى، والآية الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العلي العظيم، تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أريد أن أنوه قبل أن أدخل في أصل الآية. شوفوا إخواني، أنا متعود كما هي ديدا أساتذتنا في الحوزة، لما نبدأ الكلام نصلي على محمد وعلى آل محمد ونلعن أعداء آل محمد. نعم، ونلعن، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. وهذا هو في الواقع ركن أساسي من أركان الدين، وهو التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله، من فروع الدين سيدي، وهذا من أركان الدين وفروعها المهمة. ونحن في مثل هذا اليوم الذي هو من الأيام الأخيرة شهر رمضان، كنت أطالع، تدرون جزء 28 اليوم كنا نقرأ يعني ضمن الختمة التي عندنا، فلما مريت على هذه السورة، سورة الممتحنة، واسمهم فيها على حال رسائل ممتحنة، يعني في امتحان وفي ابتلاء وفي نوع من الاختبار. هذه السورة تتكلم بشكل عام، بشكل عام كنظرة عامة، تتكلم عن التولي والتبري والصداقات والعلاقات والارتباطات ما بين المؤمن والكافر، بين لا. المؤمن والفاسق. زين، شنو طبيعة العلاقة مولاي؟ اللي يستنطق الله سبحانه وتعالى ما هي طبيعة العلاقة؟ لازم رب العالمين يقول أنا ما أسمح لكم، ما أسمح لكم أن تفتحوا علاقات فيها إخلاص. بس بعض الأحيان علاقات فيها حسب تعبيرنا مصالح المسلمين، للحفاظ على مصالح المسلمين، ولكن حسب تعبيرنا إدارة شؤون المسلمين تحتاج إلى نوع من الـ يعني تعاطي، المجاملة. نعم. والتعاطي العام، ولكن إخلاص وحب ومودة وعشق لأهل المنكر، لأهل العصيان، لأهل الكفر، هذا ما مسموح. نعم، ما مسموح. هناك أشخاص طبيعة الحال الله غاضب عليهم. إحنا في الصلاة يومية شو نقول في صلاة في قراءة الحمد؟
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مو كذا؟ لا نعم. يا ربي احنا ما نريد نكون من ذولاك القوم، ما نريد نكون من القوم الذين غضب الله عليهم. من الاقوام الذين غضب الله عليهم؟ ارجعوا، مجمل الايات الكريمه تتكلم على انه من اللي الله غضب عليهم. نعم. غضب الله على من اذى رسول الله، غضب الله على قوم بني اسرائيل الذين وقفوا امام عيسى، غضب الله على كل الذين وقفوا امام تعاليم الله وحاربوها ومنعوها وهتكوها، هؤلاء غضب الله عليهم. الذين ياكلون الربا غضب الله عليهم. الذين يتعاطون المنكر، شرب الخمر والزنا، غضب الله عليهم. نعم. لا، مغضوب عليهم. زين، هؤلاء الذين الآن ذكرتهم يتعاطون المنكر، يشربون الخمر، يلعبون القمار، يأكلون الربا، ويستحوذون على مال المؤمنين، ويظلمون اليتيم، هؤلاء كيف نحن نتعامل معه في المجتمع؟ جنابك الكريم أنت الآن، نعم، شلون دخل الفاتحة واحد وأنا قاعد فاتحة أو جالس في فاتحة، دخل واحد من هؤلاء الفسق الفجرة الذين غضب الله عليهم، شلون نتعامل معه؟ نعم. رب العالمين ما يقبل، يقول لا تقوم لو أهلا وسهلا حياك الله كذا. أبدا أبدا سيدنا، عشان نسوي يعني فهم الناس، وأفهمه أنك أنت غير مرضي، غير مرضي، إحنا ما راضين عنك. هذول منو بالتحديد سيدنا؟ الفسقة. نعم. الفسقة، الفجرة، الظلمة، الجبارين، المحاربين للدين، هؤلاء. نعم. نسميهم بأعداء الله. من هو عدو الله؟ يلا تفضل، من هو عدو الله؟ قبلها أشكال الشيطان وأتباع الشيطان. نعم. إن الشيطان عدو فاتخذوا عدوا، مو كذا؟ نعم. خلصت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء شنو؟ يعني تقتدون بهم، تتأثرون بهم، وتجعلوهم على حال من يهيمن على توجيهكم، وترتبطون بهم بشكل أو بآخر. أنا ما أريد أتعمق يصير بعدين مشكلة أخرى. شبابنا، أعزائنا، إخواننا، ترى أعداء الله الذين في الواقع للأسف البعض يعتبرهم أنهم قدوة وأنهم يمكن أن نحتذي بهم، وعلى أي حال نقلدهم في أفكارهم، في سلوكياتهم، حتى في ملبسهم، حتى في ملبسهم. مشكلة أخي، التناغم مع أهل الفسق والفجور، هذا التناغم بإشكال شرعي، تولي مع أعداء الله ما يصير. أنت احنا مولان قلنا التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. والتبري شلون؟ إذا أنا مولانا رافع أسماءهم على باب محلاتي، محلات فلان، وفلان منه صاحب شركة وفي واقع الحال يروج المنكر أو يروج الفسق والفجور، أو صور ممثلات عاريات أو أشخاص يتجاهرون بالفسق، حتى لو كان لاعب كرة، حتى لو كان لاعب كرة، حتى لو كان مغني. نعم. هؤلاء في واقع الحال مو أولياءنا، ذولا مو أولياءنا بابا، ذولا أولياء الشيطان. زين سيدنا، تسمح لي أداخلك الآن بلغة الشاب اللي يحبهم؟ بلي. يعني مو أنا أتقمصها، هو شنو يقول؟ هو راح يقول لك أنا ما أحبه هو لشخصه، أنا أحب لعبة، أحب فريقه، أحب انتماء تمثيله مثلا. جميل. أنا في الواقع أحب الفن، أحب الـ 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 على حال المهارة اللي عنده، ولكن الذي صار، مو تقول شيء. نعم. واللي صار غير هذا. أنا أحب فنه، أروح على حال أتعامل مع الفن، أما هو إيش يلبس ألبس، شنو قصة شعرة أسويها، صورته أخليها بالموبايل مالتي بالمادرور، هذا تعلق شخصي. أحسنتم. هذا يعني تعلق الإنسان بعمل، يعني أراد عمل ولكن صار شنو؟ شخصنا.
هاي الشخص أنا بالنسبة إنه مشكلة إنصافا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ذولا مو تابعين لكم بابا، ذولا أصلا ذولا حسب تعبيرنا يتهمون محمدا صلى الله عليه وآله بأنه كذاب. شلون واحد يكذب نبي وأنا أقول له حياك الله حبيبي؟ شنو حياك الله؟ أبدا ما حياه الله أبدا. وهكذا آيات في هذه السورة. بالأخير الآية السورة تودع بها الشكل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أكو قوم الله غاضب عليهم، هؤلاء لا تتولوهم، توليتهم في واقع الحال لا تجوز بأي شكل من الأشكال. فنقول أن الانتماء والارتباط والعلقة ما بيننا وبين أعداء الله لا بد تكون ضمن حدود الله رسمها. نعم. الله رسمها، قال يا جماعة هذا حد بيني وبين أولئك. تلك جبهة تسمى أعداء الله، وهذه جبهة أولياء الله. أنا إذا أريد أخلط، يلا سيدنا منا وأريد نعيش، وهذا إحنا نسميه على حال إنسان متلون، إنسان منافق، إنسان كذا. أكو واحد يقول لا، أنا في واقع الحال عندي قيم، عندي أفكار، عندي مبادئ ألتزم بها حتى لو كانت تؤدي إلى أن تذهب فرص عني. اللي يطلق عليها أو يصدق عليه لا تأخذه في الله لومة لائم. لومة لائم، أحسنت. يعني بعد ما تأخذ واحد يتنمر حسب تعبيركم، أو أنه ينتقدوا، أو أنه يضحكون عليه، يسخروا من عنده، مو مهم عندي. مثل تلك الفتاة اللي على حال اللي اتصلت قالت سيدنا احتفالية كلية أو جامعة كلهم بآخر موديل وطالع الشابة أو من عندهم لابسة حجاب وكامش صورة علي بن طالب واقفة، كلهم التعليقات ضد ذيك البنية. ذيك يقول ما يهمني أنا، هذا كما أنتم ذاك، أنتم يعني تريدون ذاك الوضع، أنا أريد هالوضع. ليش أنا حرام علي وأنا مرفوضة وذولاك مقبولين؟ إذا ذولاك مقبولين أنا ليش أرفض؟ إذا أنا مرفوضة ليش ذولاك ينقبلون؟ فأكو شيء اسمه خلط. نعم. خلط في المفاهيم، خلط في الأفكار، خلط في الانتماءات. يا أخواني، الإمام أمير المؤمنين اللي يتكلم عن اللي جرى بعد وفاة رسول الله، أمير المؤمنين عنده كلمات إنصافا ذهبية. نعم. يقول ذول أهل البدع وأهل الضلالات شو سووا؟ شلون خلوا الناس يروحون وراهم؟ أهل البدع والضلالات أخذوا حسب تعبير الإمام ضغف من هنا وضغف من هنا، يعني شيء من الحق وشيء من الباطل، خلطوه عن طول الناس، قالوا هذا ترى حق بس هو ملبس بمن؟ ملبس بالحق بس هو باطل. نعم. ملبس بالحق. فإخواني، رسالة الإسلام ودعوة الإسلام إلى أنه المنتمي إلى الحق، المنتمي إلى الدين، لابد أن يعرف تحت العباء وتحت الطاولة وراء الستار هاي الأمور بالنسبة لرب العالمين إلها شنو؟ إلها حساباتها. وأكو آيات جناب الأستاذ هم شافها، آيات رب العالمين يقول مو أنتوا تعادوهم بعدين تروحون تسلمون عليهم، ما يصير. تعاديه لا. السلام على أي حال خيانة، وهذه كلها تعطينا رؤية واضحة على أن الإسلام يدعو إلى التولي الحقيقي لأولياء الله والتبري الحقيقي لأعداء الله، ولكن بمن؟ ولكن بكل أشكال هذه، حتى على سبيل الضحكة والابتسامة. شخصيا ومن زمان أقول أنه إخواني لا يجوز للإنسان أن يرحب بأهل الفسق والفجور. الترحيب بهم مشكلة، ترحيب بهم مشكلة. ولتكن وجوهكم مكفهرة أمام شاربي الخمر، واحد شارب الخمر قلبي وجهي أقلبه. ليش تقلب وجهك سيدنا؟ شنو حسب تعبير واحد قال لي أنا كاتل من الكوكتول، قلت له لا أنا ما يعجبني أسلم عليك، ما يعجبني. ليش؟ شنو كاتل من الكوكتول؟ قلت له لا ما كاتل، الله سبحانه وتعالى ما راضي عنك.
حياك الله. واقع هذا. هسه يروح يكتب علي ينزل بوست مو مهم. واقع مو مهم. اكو قابلوا اهل المعاصي بوجوه مكفهة. ها بل احسنتم، قابلوا اهل المعاصي بوجوه مكفهة. بل بل. نعم. بالنهاية كلنا نخطئ سيدنا، بس حضرتك تتكلم على المشهور بالفسق والمشهور بالظلم. احسنت. الناس اللي هم يتجاهلون بها. اللي هم في الواقع الحال هم يعني شخوص اصبحوا رمز للباطل. نعم. رمز للشر، رمز للغلط. ما يصير انا ارفعك مثل ذول يرفعون صورة الطاغية. الطاغية الملعون الذي قتل المؤمنين، الذي في الواقع هتك الأعراب، أنا أجي أرفع صورته؟ ما يصير. من أحب قوما حشر معهم، أو من أحب عمل قوم حشر معهم. أنا على أي أساس أجي يوم القيامة أتحاسب حساب الظلمة وأنا كل شيء ما مسوي؟ غير أنه المودة، غير أنه المحبة. من أحب أحب يعني شنو؟ يعني ترفع صورته، يعني صفق له، يعني تتمناه. من يتمنى الطاغوت يحشر مع الطاغوت. هذا واقع. أحسنتم سيدنا على هذه الإيضاحات وهذا التدبر في الآيات المباركة. إذن مشاهدنا الكريم الآن نبدأ باستقبال الاتصالات. وعدنا أول اتصال من من؟ أم مهدي، أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للسيد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص زكاة الفطر. نعم. عندي عوائل، يعني اللي هو أخويا وعندي زوج أختي، اثنيناتهم حالتهم فقيرة. نعم. يصير أنطيهم زكاة الفطر، بس لكن زوج أختي يعني صلاة مرة يصلي مرة ما يصلي. أي يعني بس هو حالته يعني بعد كلش تعبانة ومريض، عنده فشل كلوي وما عنده معين لأحد. نعم. يعني ضال عن مساعدات مني ومن غيري. بس أختي الحمد لله صايمة ومصلية ومؤدية واجبة تجاه رب العالمين. فريد أعرف الزكاة، زكاة الفطر يستحقها؟ إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، تحياتنا لحضرتك. نعم. عندي سؤال آخر. سؤال آخر. زكاة الفطر مع شهر رمضان اللي فات ما منطينها، يستحقها يعني مع شهر كامل ما صايمين، هل يستحقها؟ لحظة، هما ما صايمين؟ لا لا، زوجي يعني حالته مريضة الآن ما قدر يصوم رمضان، فما صام كله يعني، فما منطي. فتقولين يصير ينطي زكاة فطرة لو ما يصير، لو شنو سؤالك؟ يعني هم لا، ونفس الشخص منطيه مالت العام، نفس الشخص. لحظه لحظه ام مهدي، انا هذا السؤال الثاني ما فهمته. زكاة الفطره مال العام الماضي ايش بيها؟ مو السيد يعني بالحلقات يقول نصف يعني طحين 22.5 كيلو. نعم نعم. يستحق هذا الشخص اللي قلت لكم عليه نطين الى نفس المبالغ مالت العام؟ ها تقصدين الدية سيدنا ولا الكفارة؟ الدية. اي نعم اي نعم. الفدية عفوا. فدية. ايه ايه ايه. اي نعم اي. واضح 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 ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا. شكرا. تحياتنا لحضرتك اختي الكريمة، وشكرا جزيلا على اتصالك وعلى طرح السؤال، وان شاء الله السؤالين وان شاء الله تسمعين الاجابة. نكمل وياكم مشاهدينا الكرام هذا البرنامج واستقبال المشاركات والاتصالات من خلال الارقام الظاهرة اسفل الشاشة، وايضا من خلال تطبيق المجيب الموجود الكود الخاص ب اسفل يمين الشاشه. بامكانك ان تشترك بالتطبيق وان تبعث باسئلتك او ان تشاهد الاسئله السابقه وان تلاحظ الاجابات. عندنا اتصال من الاخت الكريمه ام رقيه. اختي تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. سيدنا بلا زحمه، بالنسبه للجوامع مثلا واحد قال يروح جامع لو اخذ شيء، بعض الناس يسألوني شو هذا الجامع يعني هاي الحسينية شنو مرجعها إما تقلي، وهذا الشيء عن صحيح نسأل؟ لو ما يحتاج نسأل عن المراجع شو تقلي؟ أنت تروحين حتى تصلين بيها صح؟ نروح لا نحضر محفل أو شو اسمه مجالس، فيسألوني السؤال. مو هي الأم عايزة تمزيق سيدنا حتى ندخل بهذا التمزيق بعد أكثر يعني بصراحة. زين سيد السؤال الثاني. نعم. أنا عندي مثلا أولاد وبنتي يعني استمرون يتكلفون، وأنا خلتهم غالي الحسينيات، بس يعني بس أريد أعرف هاي الزمن هسه منهم يا مرجع يا مرجع اللي يتقلد هسه، حتى نخلي أولادنا وبناتنا يتبعون المراجع التقليد. نعم. يعني بعض المساجد يعني كلهم مرجع كلهم مرجع، فاحنا خلينا نعود أولادنا
انا هاي الغسل اللي التخمير هذا مرجع تقني، وخاف يعني مو مثلا هل التقليد من هذا المرجع. ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام رقيه، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. سيدنا قبل ان ننتقل للاسئله البقيه، هذا الموضوع يعني عندكم تعليق عليه، انه واحد لما يريد يحضر محفل بحسينيه بمسجد يكون يعرف من يقلدون القائمين على هذه الحسينيه او هذا المسجد، ونخلي ابنائنا يرخون لو ما نخليهم يرخون؟ في واقع الحال هاي ضمن للاسف ضمن المؤامرات الشيطانيه على ان يفرقوا بين المؤمنين، يفرقوا بين الجمع الواحد واصحاب الدين والمذهب الواحد. للاسف كان اصحاب الدين الواحد تفريق بين المذاهب، وصارت اقتتالات للاسف الشديد وتكفيرات، وأسسوا مذاهب تكفيرية، هذا يكفر الشيعي والشيعي كذا. الآن لا، بدأوا في نفس المذهب الواحد، هذا جماعة فلان وهذا جماعة المرجع الفلاني وكذا، وهذه في واقع الحال ضمن على حال خطط العدو اللي للأسف كثير من الناس ينخرطون من حيث لا يشعروا، يعني يصير هو ضمن أجندة العدو من حيث لا يشعر. أنت حبيبي أنت الآن جاي تمشي مشية العدو وتحقق أهداف العدو. لما تتكلم عن المراجع الآخرين، لما تتكلم الآن شوف فضائيات الآن في لندن شغلها من الصبح إلى الليل، من الصبح إلى الليل الضرب في المرجعية والنجف، هؤلاء كفرة، هؤلاء فساق، هؤلاء نواصب، هؤلاء ضد الدين، هؤلاء ضد فاطمة الزهراء، يعني تغذية بشكل مقرف، يعني أكاذيب وتدليس وافتراءات. حتى شنو؟ يعني أكو من يدفع بلا أشكال، ولكن جماعتنا يستمع بلي شلون سيدنا فلان فلان يقول. حبيبي كلنا من مدرسة أهل البيت وكلنا ننتمي للحسين صلى الله وسلم عليه، لابد أن نبعد هذه القضايا وتشقيق الأمة بهذا الشكل، هذا خدمة للعدو. أحسنتم سيدنا الكريم. نأخذ اتصال من من؟ أبو صادق أو أبو صابر؟ أبو صادق تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيبي. تفضل. بس نصينا صوت التلفزيون أخي أبو صادق. أنا أشتغل كأخي وأحد العيال. نعم. ما أعد يعني ما أعدي مبلغ اللي أضعه حق الصفر والدعم، مش خالد ما أعد حق الصفر. أدي التوبيخ. نعم. زين لحظة خليك أنا أبو صادق، سيدنا عندكم فد مداخلة مرتبطة بأبو صادق، يقول أنا كاسب وما عندي أنطي زكاة فطرة. كاسب يعني؟ لا أخي الكريم، أنت كاسب يعني عندك محل شنو؟ لا لا عامل يعني عامل أجر يومي، أجر يومي وما عندك يعني ما أعطي زكاة فطرة هالسنة. تريد تسأل ما عندي واضح حبيبي، واضح واضح ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم ابو صادق، والله يوسع عليك من رزق الحلال ان شاء الله. عندنا اتصال من من؟ رساله صوتيه نسمعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. هل يجوز زكاه الفطره الى المراه؟ رحمه الله على والديك. بس لحظة أخوان، عيدها سيدنا مرة ثانية. لو لا دفع زكاة فطر المرأة، دفعها للمرأة. نعم إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، وشكرا لك على إرسال هذه الرسالة. عندنا رسالة صوتية أخرى نسمعها. السلام عليكم مولاني، صحة وعافية وسلامة إن شاء الله. لمولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره، وإلك صحة وعافية مولانا. أنا أريد أعرف قصتنا، إحنا عائلة متكونة من 11 ولد ومن 3 بنات. والدنا بالتسعين كان عنده أملاك، فتوفى والدنا. بعد ما توفى الوالد صار معارك على الورث، يعني تعرف الإرث بين الأولاد. فدارت المعارك إلى سنة 2011 تقريبا 12 بدون جدوى، بين الولد طرف يريد يبيع وطرف ما يقبل يبيع. فوقع واحد من أخواتنا يعني القتل هالأثناء هذه، فتأزمت الأمور إلى درجة يعني بحيث أصبحنا حتى والدتنا ما نقدر نشوفها. الطرف الثاني اللي ما يقبل يبيع حتى شرط علينا إحنا البنات بأن نتنازل،
وصارت حجة تنازل بكفالة وتحت الضغط والتهديد والسلاح طبعا مولانا. القصة طويلة، أنا جاي أتكلم عن المختصر، أتمنى تسمعنا مولانا، لأن هو جاي تتكرر هاي الحالات وأني خادمة الأهل البيت سلام الله عليهم. فقعدت أطراف من أطراف دينية وعشائرية بين الأخوان، يابا هذا حق وشرعي، ما قبلوا. الطرف الثاني ينطون، عند والدي أموال باعوها وتقاسموا بيها، عند أراضيهم باعوها وتقاسموا بيها، إلى أن طاح واحد من أخواتنا باعوا واحدة من العمائر قسموها. المهم إحنا أنا مشكلتي هسه شنو؟ مشكلتهم والإرث مولانا. أنا مشكلتي والدتي من عوني من والدتنا بأن منزورها ولا نوصلها، يعني حتى عن طريق التليفون إذا نكلمها يتجاوزون علينا ويخلطون. ومع العلم هم الأغلبية متدينين مولانا، واحد من عندهم قارئ قرآن، وواحد من عندهم مؤذن بجامع، ويعني كلهم ماسكين. نعم. يعني أني سيد نكتفي بهذا القدر؟ أنا ما أقدر أشوف. صار واضح، شكرا جزيلا للأخت الكريمة. قصة طويلة. نطلب من الأخوة الكرام رسائلهم الصوتية تكون أكثر اختصارا. نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم علي، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد هسه حكى عن تفسير الآية. نعم. وقال عن تدبر في الآية. العاصي. فأنا يعني زوجي عاصي. يعني عمره 78 سنة، فأنا من أجيته يعني زوجت عمره 14 سنة، أهلي متدينين بشكل، عائلتهم كلهم، بس هو يعني لا ما ملتزم، يعني من ذاك الوقت لا يسمى ولا اسمه. بس أنا بعد تفاجأت بهم، عائلة كلش طيبة، كلهم يصلون ويصومون ومحجبين، وأخلي سراهم يعني افتديت لهم يعني صغر سني. طيب سؤالك أم علي، يعني سؤالك بنات سنين أم علي، السؤال وين بالضبط؟ السؤال يعني أنا هسه الرجل أنا نصلي مو يمه، أنا وبناتي وشي مو يمه، يعني هسه بس السنين هاي صار سنتين ثلاثة، يعني هو مكان وأنا مكان، يعني ما أطيق الصوت، لأن يعني كلش طلع روحي. زين السؤال أم علي، السؤال يعني هم حرام علي، أنا يعني همسك صار سنتين همسك كلش واضح كلش. شكرا أم علي، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا على اتصالك. مستمرين مشاهدنا الكريم باستقبال الاتصالات. الآن اتصال من الأخ علاء، تفضل يا علاء. أم علاء أختي الكريمة تفضل، بس صوت التلفزيون عالي، نصي تماما أم علاء، تفضلي. تفضلي يا ام علاء، انت على الهواء. منك عند ما ادري السؤال واضح عندكم سيدنا او لا. يقول يا ما اقدر اعقد الصلاه. يعني اعتذارنا للحاجة أم علاء، الصوت غير صالح، ولكن سمحت السيد تقريبا فهم السؤال وإن شاء الله تسمعين الإجابة. نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي. عندي سؤال شيخ، زوجي من عمره 15 سنة من قالوا لا طلاق ولا طلاق لحد شنو؟ لحد شنو؟ العفو شنو قلتي؟ انقطع الصوت. لحد شنو؟ لحد سنة. نعم. لحد الآن عمره 14 سنة. فسؤالك أم فاطمة. سؤالك ركبت الصوت مو واضح. أم فاطمة هو توفى؟ لا، ويريد يتوب إلى الله. شنو؟ تائب إلى الله، ويريد يطي بدل الصوم، يريد يطي بدل الصوم كفارة، يريد ينطي ما
شنو المفروض يسوي سيدي؟ خير، واضح واضح اختي الكريمه، واضح وشكرا جزيلا. الاتصال غير واضح ولكن المساله بشكل عام اتضحت. يعني احنا ما اعرف سيدنا، هاي مشكله اتصالات مشكله عويصه وصار بعضها كلش واضحه ولطيفه بس بعض الاخر شبكات في العراق نتمنى يعني ايضا تاخذ دورها. ما اعرف الشبكات اجهزتنا ما اعرف، بس ان شاء الله تعالى يكون الامر سهل. ام علاء عوده الاتصال، ام علاء تقريبا فهمنا سؤالك، انت تقولين ما اقدر ما اقدر اقعد واصلي صح؟ وهذا سؤالك شنو اسوي؟ لا افضل اسمع الدار ما اصلي، افضل الصلاه الخير. اعتذارنا الشديد ام علاء، اتصالها وصوتها غير واضح، فان شاء الله تعالى بصمه صوتيه هواي ارسليها رساله صوتيه او اتصلي من تليفون ثاني، يمكن المشكله بهذا التليفون. ناخذ رساله صوتيه. بس اريد اعرف بخصوص الفطره هاي السنه ايش قد ومن يا عمر يستحق يدفع فطره؟ جقد ويا عمر، يا عمر يستحق ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم، وشكرا جزيلا لك. ناخذ رساله صوتيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا رحم الله والديك، اريد اسال عن مظالم العباد، شنو هي مظالم العباد وشلون انا اخلص من عندها؟ ما هي مظالم العباد اللي تكون بذمتي وشلون أخلص منها بالدنيا حتى يوم القيامة ما راح يطالبوني؟ مثلا واحد ضاربته، مثلا طفل ضاربته، مثلا قبل بحياتي من كنت نروح نجيب حشيش للحلال نروح نجيب من زروع الناس، يعني أنا شلون أخلص من هاي؟ نعم. شلون أخلص من هاي المسائل مثلا؟ أريد حل، والناس ما موجودين ولا أندلهم، اللي مات واللي شال وأنا بعيدة عنهم ما أقدر أتواصل وياهم نهائيا، فأريد حل أخلص من عنده. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا، صار واضح السؤال فيما يرتبط بالرسالة الصوتية. تحياتنا للأخت الكريمة. ناخذ رسالة صوتية أخرى. السلام عليكم سيدنا، سؤالي أنا لازم أختمها هسه مع القرآن وأريد أهديها لعمي أو زوجي، وأنا والدي متوفي، يجوز لو الأفضل أهديها لوالدي؟ يجوز إن شاء الله. تسمعين الجواب أختي الكريمة، تحياتنا إلك. ناخذ رسالة صوتية أخيرة. أبا زحمة، أريد أعرف سلف الرشيد والرافدين. نعم سلف. يعني سلف بيهن ربي هيك سواليف بيه حرام؟ لا، لأن هسه بالحلال وباب وجه بيهن بحرام طبعا بني حيفا. أريد أعرف يعني تحياتنا الجواب من عندكم. تحياتنا إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، وشكرا جزيلا لك. إذا على بركة الله نبدأ بالإجابة على هذه التساؤلات سيدنا الكريم، تساؤلات عديدة ومتنوعة ومختلفة. الأخت أم مهدي بالبداية سألتنا عن زكاة الفطرة سيد، قالت أخويا وزوج أختي فقراء، تقول يصير نعطيهم زكاة الفطرة؟ هذه أولا. اثنين، زوج أختي مو ملتزم بالصلاة جدا، مرة يصلي مرة لا، مع العلم أختي تصلي وملتزمة بالعبادات. تفضلوا سيد. في الواقع يجوز لك أن تعطي زكاة فطرتك إلى أخيك وإلى زوجته إن كانا فقيرين. نعم. ولكن يشترط في الفقير أن يكون ملتزما. نعم. أن يكون متدينا. فالشق الآخر اللي هو زوج أختها، بل إذا كان غير ملتزم فالأحوط عدم الإعطاء زكاة فطرتك. زين، يصير أختها اللي هي ملتزمة، يعني زوجة هذا غير الملتزم لو لا، فتملك أختها. نعم. فتملك أختها ما في مشكلة، يعني تطير أختها، لا أشكال في ذلك. تمام. نفس الأخت كان عندها سؤال مرتبط بزكاة الفطرة السنة السابقة، بعدين فهمنا من سؤالها ومو ما كانت تقصد زكاة فطرة، الفدية. تقول أنه زوجها اللي ما كان يصلي ويصوم
ربما يعني مو كلش واضح كان السؤال سيد. عليه حل ما نعرفه. إذا ما كان واضح فنؤجل الإجابة عليه إن شاء الله، هي توضح لنا إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة. الأخت أم رقية كانت تسأل عن الذهاب للمساجد وجاوبته حضرتكم سيدنا في مطلع الكلام. أبو صادق يقول أنا كاسب عندي عيال ما عندي زكاة فطرة السنة الماضية ما دفعت، وهذه السنة هم ما أقدر أدفع، شنو أسوي؟ هو عامل يقول أشتغل بأجر يومي. شوف حبيبي، أنت تقول زكاة فطرة العام الماضي أنا ما دفعت هالسنة شلون كذا. شوف، زكاة الفطرة واجبة على الإنسان الغني. الغني يعني شنو الغني؟ يعني عنده مصاريفه لمدة السنة. يقول سيدنا ماكو واحد عنده مصاريف لمدة السنة، يعني احنا ما عنده مصاريف، انا شخصيا ما عندي مصاريف لمدة السنة. كل شهر احصل لي كم فلس اعيش بيه، وذاك ياخذ راتبه ويعيش بيه. نعم، بس احنا عندنا مصاريفنا طول السنة بالتدريج، يعني يسموها عندنا مؤونتنا بالقوة، يعني بالتدريج كل راس شهر يجينا راتب. وهذا يعني شنو؟ يعني احنا قادر، عندنا مؤونتنا وعندنا مصاريفنا. فاللي عنده مصاريفه وعنده مؤونته طول السنة هذا غني، هذا غني. واللي ما عنده يقول سيدنا أنا ما عندي، أنا رجال على حال، لو أطلع للشغل لو ما أطلع، إذا ما طلعت ما أحصل، أطلعت أحصل، هذا فقير، هذا فقير ما عنده. فلا تجب عليه زكاة الفطر. فلا تجب عليه زكاة الفطر، بل يحل له أن يأخذ زكاة الفطر. واضح حقيقي. أحسنتم سيدنا. ولكن يستحب، يستحب أن أنه إذا ما عنده يأخذ زكاة فطرته 2500 دينار يعطيها زوجته، زوجته تطيل بيتها، بيتها يطيل ابنها، ابنها كذا يفروها يطلعوها يطوها، مستحبها. طيب، الأخت الكريمة برسالة صوتية سألت عن زكاة الفطرة، هل يمكن دفعها للمرأة؟ إيه نعم، لا إشكال في زكاة الفطرة للفقراء، للفقراء والمساكين سواء كان نساء أو رجال. نعم، ولكن من الذي يدفع زكاة الفطرة؟ هذه في المسألة خلي أبينها. نعم، زكاة الفطرة يدفعها رب الأسرة، رب الأسرة اللي يعيشنا. من يعيشنا؟ أبونا هو يدفع، أمنا هي تعيشنا هي تدفع، بيبيتي تعيش العائلة كلها هي تدفع، رب الأسرة اللي هو يعيش البقية هو اللي يدفع زكاة الفطرة عنا جميعا. احنا 10 بيت ومعيشنا والدنا الله مثلا يحفظ آباءكم، فوالد هو واحد يحسبهم 10 نفرات على 2525 ألف، يعطيها زكاة فطرة الجميع. زين سيدنا، أنا متكفل يتيمين بالحلة، هاي شلون؟ دول هم أولادك، دول عيالك، هم لازم تعطي زكاة فطرتهم. No. ابني بالجامعة بالموصل بغداد يدرس وأنا متكفلة، هم تدفع زكاة فطرته. كل من أنت تعيله، كل من أنت تصرف عليه تعطي زكاة فطرته أنت. واضح؟ No. فرب الأسرة هو الذي يعطي، يعني صاحب النفق اللي ينفق. احيانا سيدنا يجون ضيوف ليله العيد ويباتون عند ناس ليوم العيد يعني، فياكلون ويشربون من نفس هذا البيت، فهل يجب على صاحب هذا البيت ان يدفع زكاة فطرة عنهم؟ خلاف بين الفقهاء. سيد سيستاني الله يحفظه يقول انه اللي يجي عازمه انا على فطور، عازمه على فطور، واحد مسوي عزيمه وتبين ليله العيد، أجوا أكله وراحوا، عليه زكاة فطرتهم؟ لا، ذولا لا يعدون عيالي. نعم. أما اللي جاي زيارة، والله جايين مثلا من بغداد زيارة للنجف بدون يبقون 3 أيام العيد 4 أيام العيد، ذولا عيالي صاروا، ذولا أنا أدفع زكاة فطرتهم. نعم. إذا دخلوا قبل شنو؟ قبل المغرب ليلة العيد. قبل المغرب شرط. بلي بلي. نعم، لأنه إذا بعد المغرب هم المفروض دافعيها عازليها. بعض الناس شوية يستهينون بموضوع زكاة الفطرة فينسوه أو يتهاونون به أو يعبر الوقت هم ما دافعين، فهل من إشارة أو توضيح بهذا الخصوص سيدنا؟ زكاة الفطرة وقتها واضح، لما يظهر الهلال إلى قبل صلاة العيد، إذا صلي صلاة العيد قبل صلاة العيد لازم أنت عازلها أو منطيها. لو عازلها، لو أكو صناديق أنت تثق بيها تخليها. الآن أقدر أنطي؟ السيد يقول نعم الآن تقدر تطي، ما في إشكال، بعنوان قرضة حسنة بعدين اعتبره أنه زكاة فطرة. واحد نسى، عفوا واحد عزل
وعنده فقير يجي بعد اسبوعين ثلاثه يقدر يعزله الى ان يجي ذاك، ما في اشكال. عزله هو واجب، عزله هو واجب، بس عزله اذا عزل بعد لا يختلط، وهذا لا يختلط المال تعين، لما تعين لا يختلط لا يضيع لا كذا، لانه راح يتحمل مسؤوليه، يكتب عليه زكاة الفطرة ويخلي على جنب نفس الأوراق النقدية، نفس الأوراق النقدية ما يقدر أن يتعامل بها بعد. طيب وعفوا، وإذا نسى، أنا نسيت سيدنا شو أسوي؟ يقول الفقهاء أنه بعد زوال يوم العيد الظهر، بعد زوال يوم العيد إذا تأخرت تنطيها بعنوان صدقة مطلقة، مو بعنوان زكاة فطرة، خلص زكاة فطرة صدقة مطلقة لوجه الله. مفروض الإنسان ما ينسى سيدنا، حاول يعني إن شاء الله يهتم بها، لأن بعض الناس يعني يتركها أصلا. رسالة مطولة من إحدى الأخوات، أنا راح ألخصها بشكل سريع سيد. أخوتها تزعم أنهم متعسفين ومنعوها من التواصل مع أمها بل حتى بالتليفون، فتقول شلون أنا أتحمل حرام على حال. المشاكل بين الأسرة بين الأولاد والإخوة على الإرث هذا واضح، عندنا تاريخ في هذا المجال للأسف، بس يوصل للقتل سيدي. وتقول أنه متدينين، واحد مؤذن وحق القرآن، شون يقتلون ما أعرف، شون يقتلون ما أعرف، على حال الله هو العالم. ولكن أختي الكريمة، إذا أنت مجبرة على أن لا تروحين بيت والدتك ولا تقدرين تشوفيها ولا تقدر تتصلي عليها، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله ما يكلفك اكثر من طاقتك، يعني ما عليك اي شيء، اي شيء ما عليك. ولكن اصلحوا ذات البين، اصلحوا ذات البين، دزوا ناس خلي يصلحون، ترى وسخ الدنيا ما له قيمه حتى واحد يجي يخرب ويخوته. وتدرون الان اخ مرتضى ذولا حتى اولادهم وبناته ما يعرفون احدهم، يعني يشوف هذا ابن اخويا انا ما اعرفه اصلا، ما شايفه، لانه احنا صارنا 10 سنوات متقاطعين، وصار عنده جناين، وصار عنده نسبان، وصار عنده أحفاد، أنا ما أعرفهم أصلاً. تسوى على كم فلس؟ إحنا عائلة تتفكك وتتفتت، يعني لو أبوكم يدري يصير هالشكل بيكم لأعطى كل أملاكه إلى الآخرين ووزعها. لا نسيء التصرف بهذا الشكل ونؤذي قلب والدتنا، أمهم متأذية بلا إشكال، أبوهم في قبره يتلوى ألما من ورائهم. طيب سيد، تحبون توجهون نصيحة معينة بالنسبة للي يتعسفون في توزيع الميراث؟ شوفوا أخي الكريم، الميراث حكم شرعي، يعني الإرث من الأحكام الشرعية. نعم. ما لك حق أنت تمنع واحد أو تعطي الواحد، مو بيدك أنت. الله فرض في القرآن أسهما، فرض فروضا، الزوجة هلقد، البنت هلقد، الولد هلقد، الذكر هلقد، الأنثى هلقد، حدد رب العالمين بشكل مفصل. ما لك حق تقول ها والله ما يعجبني أعطي لأختي، ليش؟ والله لأن هذا نسيبنا غريب وهذا رح يأكل فلوسنا، هي مال أختك، شنو دخلك بالموضوع يعني؟ فلا يجوز لنا أن نغير أحكام الله وأن نبدل أحكام الله على حال أذواقنا الخاصة ورغبتنا الخاصة، ما يجوز هذا. ومن صلى في بيت فيه حق أحد الورثة، وارث واحد ما راضي، بس يقول جابونا وقسمونا بالقرآن أنه تنازلن، أنتم ما لكم يعني، ما كان مفروض تتنازلون، يعني تحت تهديد السلاح ما كان مفروض تنازلون. وإذا كان تحت تهديد السلاح فهذا التنازل باطل، التنازل بالإكراه باطل شرعا. فأنتوا اشغلوا ذمتهم حتى يبقوا يوم القيامة يسألون. أي واحد، أي بيت، أي مال، أي دكان يأخذه من الورثة، واحد من الورثة ما راضي، حتى لو أختنا الصغيرة ما راضية، كل الصلاة والتصرفات فيها إشكال، لأن هي تشترك معانا في كل درهم درهم اللي إحنا نتصرف فيه. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة أم علي تكلمت عن زوجها وقالت زوجي عاصي عمره 78 سنة، العمر ما صلى ولا صام، أهله متدينين، تقول فاني هل حرام علي اذا اني هاجرته؟ صح نفس البيت بس هو بمكان واني بمكان وهامله حتى واجباته. انا اشكرها على انه تفاعلت ويا موضوعة الايه الكريمه في بدايه الحلقه يعني. نعم. بس انا عندي 3 نقاط اذكرها للاخت. النقطه الاولى، شنو المقياس اريد اقبل بواحد جاي يخطبني؟ شنو المقياس؟ اهله لو هو؟ نعم. هذه مو الك، انتهى بعد. قضي القضاء بالنسبه الك، بالنسبه للناس اللي الان يسمعوني. أنا لا أشوف العوائل
شنو صفاتهم، والله مفوشين ولابسين عبي ومصلين ابنهم شنو، هذا ابنهم، ابنهم شلون ولد، ابنهم متدين لو لا، يشرب لو الخمر لو ما يشرب، ملتزم لو ملتزم، خلوق لو مو مخلوق. انا كلامي وابنهم، ماذا اتزوج العائله، انا اتزوج ابنهم. واضح؟ كذلك البنت، الاختيار الاختيار الاختيار، دققوا دققوا دققوا، هذا خلوا بالكم، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، الانسان العاصي بهالشكل اللي هو 87 او 78 سنه وهو لا صلاه ولا صيام، ما ادري هو شلون يعني محضر جواب الله، ما اعرف. هؤلاء على حال بعضهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، بعد ما يفتهم، كل ما تقول له مثل الحائط، كل شيء ما يفتهم، ختم الله على قلبه، الله لا يختم على قلوبنا واقعا. هذا على حال انت تعاملك وياه من باب الاجبار، يجبرش تعالي وكذا، واذا ما تجين ما ادري ايش، باعتبار ولي زوجها انت مجبره، فما في مشكله من الناحيه. الان عايفته، هاي النقطه الثالثه، عايفته سنتين وتقول اصلا ما اطيقه، على اي حال اذا هو يطلبش تعالي وكذا وما ادري ايش قضايا الاستمتاعات، هذا مشكله. اما اذا قال لا سيدي من هالباب ماكو، يعني ماكو طلب من هالجهه، ولكن ليش ما تمرون عليه، ليش ما تسلمون عليه، هذه يمكن على اي حال الانسان يجعلها في ما يرتبط ب عدم المودة وعدم المحبة وفيما يرتبط بقضايا الولاء. أحسنتم سيدنا. الأخت أم فاطمة تقريبا موضوعها نفس موضوع الأخت أم علي، يعني تقول زوجي من عمر 15 سنة كان لا صلاة ولا صوم، الآن وصل عمر 24 سنة، تقول الآن تاب إلى الله وتابت حسب اللي تفضلت به الأخت توبة نصوحة، فشنو المفروض يسوي الآن؟ سنين هو ما كان عنده علاقة جيدة مع الله، وسنين هو فوت على نفسه طاعة الله، فلازم يجي على حال يدارك، يعني يجي يجبر هالكسر اللي صار، يجبره بشنو؟ يجبره بأن القضاء اللي عليه شوي شوي يأدي، الصلاة اللي عليه كم سنة ما صلى، مع كل صلاة صبح في الصلاة قضاء، مع كل صلاة ظهر معها قضاء، حتى بعد فترة يشوف نفسه الحمد لله خلص اللي عليه. الصوم اللي عليه أن يصوم أيام الشتاء أيام الجو جيد، أن يصوم قضاء، أن يصوم قضاء، وكفارة طبعا عليه، كفارة عليه عن كل يوم إطعام 60 مسكين. يقول سيدنا ما عنده، إذا ما عنده يستغفر الله، أما إذا عنده لازم يكفر عن كل يوم 60 مسكين. عموما اقضوا ما كان في ذمتكم، لأنه في الدنيا أهون بكثير مما في الآخرة. واقع، هذا واقع. وحدة خابرتني قالت أنا 40 سنة ما صايمة، لا إله، 40 سنة ما صايمة وعاصية، قالت إذا توب إلى الله، قلت لها اقضي، قالت أقضي اللي أقدر عليه أقضي واكتب الوصية، قلت لها أنت كفارة، قالت شقيت، قلت لها 40 سنة في 30، 40 في 30 1200 1200 كيس طحين، قالت حاضر، 1200 كيس طحين، قالت حاضر، ما دام بالفلوس تنحل أنا أهون إلي يوم القيامة، أسحب أسحب إيه بسلسلة 70 ذراعا، فعلى حال فغلوه فقيدوه، هناك مشكلة بالفلوس، لا تنحل الكفارات القضايا بالدنيا كلش أسهل من الآخرة. أحسنتم سيدنا الكريم. الرسالة من إحدى الأخوات تقول، أو أحد الأخوة ما أتذكر، زكاة الفطرة شقد ويا عمر يستحق يدفع أو يجب عليه أن يدفع؟ زكاة الفطر، عفوا سؤالكم إيش قد زكاة الفطر هذا العام؟ 2500 دينار عن كل نفر، 2500 دينار عن كل نفر، إذا أتوا أربع نفرات 10,000 دينار. سيد بس يعني هم للطريفة وهم للمعلومة، بعض الناس يقولون إيش دعوة السيد هالمرة مصعدها كأنه الموضوع مرتبط بتسعيرة تصعد وتنزل. لا لا، خلينا نوضح يوم من جاية هاي الجزء. زكاة الفطرة هو في الواقع دفعه 3 كيلوات من الطعام، اللي هي بالأمداد طبعا، أمداد المد 750 غرام، المد 750 غرام، فثلاث أمداد يعني لازم أنت، عفوا 3 كيلوات اللي هي تقريبا تصير 4 أمداد، المد 750 و750 كيلو ونص،
وكيلو ونص يصير 3 كيلوات. 3 كيلوات فأربعة أمداد المد 750 غرام. فثلاث كيلوات من الطعام تمن طحين تمر كيفك، أغلب طعام العائل أغلب طعام البلد، أغلب طعام البلد شنو الآن؟ خبز وتمن. فإذا واحد يعطي تمن أقل 3 كيلوات تمن شقيت الآن أقل التمن بيش خوي أقل التمن مو كلش تمن تعبان دقة ومكسر، لا لا تمن اللي مثلا يأكلوا الناس 1500 كيلو. نعم. إذا 1500 3 كيلوات 4500 أنا ضطي تمن. الطحين، الطحين سمحت السيد يسأل بالسوق بيش الطحين هالسنة؟ قال يا سيدنا الطحين أغلى من العام الماضي صعد شوية، العام كان مثلا 2000 صار 2500 لأن الطحين صعد. نعم. فقيمة 3 كيلوات طعام واضح. أجا واحد قال سيدنا أنا كل أكل لحم، فإذا أعطي 3 كيلوات لحم جزاك الله خير، يعني 3 كيلوات لحم يدطي. هذا أغلب أغلب أكله أغلب على حال من حوله أغلب أكلهم اللحم أو السمك أو كذا، ولكن سمح سيدي يقول على أنه أغلب طعام البلد وهو الخبز. أنطوا الطحين، الطحين هو 3 كيلوات 3 كيلوات 2500 دينار. طيب يا عمر يستحق سيدنا أو يجب عليه؟ قلت رب العائلة، رب العائلة يعطي، مو أنت حبيبي، رب العائلة أبوك ينطي، ولكن ينطي عن من؟ ينطي عن الكل، حتى اللي الطفل اللي أمس ولد، أمس ولد لازم ينطي عنه. طيب. واضح؟ مظالم العباد ما هي وكيف أخلص منها في الحياة الدنيا؟ رسالة من إحدى الأخوات. نعم، مظالم العباد واضح أنه أنا وقع من عندي ظلم للآخرين، ظلم للناس. هذه المظالم تارة أنا ضارب سيارة وعايف ورايح. نعم. مرة أنا على حال ضارب طفل. فتقول إذا راحوا ذول الناس. أنا معلم سوية. معلم ضارب طفل ومؤذي وهذا عليه دية. نعم. هاي الديات والرشوات والما أدري الاختلاسات الضمانات، أنا ضمنت كاسر حاجة من الناس وما قايل لهم، هذه مظالم العباد. هاي مظالم العباد لازم أدفعها. لو تحصلوهم وتنطوهم جيد، ما تنطوهم ما تحصلتوهم بإجازة الحاكم الشرعي تقدروها جيد وتنطوها بإجازة الحاكم الشرعي للفقراء. نعم. رسالة تقول لازم ختمة تريد تهديها لعمها أبو زوجها، يصير يقولون له لا لازم الوالد، إيش لأن والدها أيضا متوفى. لا أريد هل أفضل هي مسألة؟ لا ها الأفضلية خول أقربون أولى بالمعروف. نعم. بس أنا لو مكانك أسوي الختمة لكل هؤلاء، جدي وجدتي وعمي وخالي وكذا وكلهم، شكو بيها سي كلهم ينقص من أجورهم شيء؟ أبدا لا ينقص من أجرهم شيء، كلهم يوصل لهم ختمة كاملة. السؤال الأخير سيدنا بثلاثين ثانية إذا نقدر نجاوب عليه، سلف الرشيد والرافدين سأل أحد الأخوان. ما في إشكال وجزاه الله خير، يقول أنا فلوس الحلال إحنا متوطين بيه فكيف بالحرام. حبيبي السلف البنوك الحكومية ما في إشكال، سلف البنوك الحكومية ما في إشكال، ويأخذون من عندك ربح، بس أنت انوي أن ما تنطيها، نية أن ما تنطيها، ولكن بإجازة الحاكم الشرعي يجوز لك أن تأخذ مالا هاي الأموال الموجودة، تأخذ الاستفادة وترجعها، حتى لو طلبوا أرباحا لا إشكال في ذلك، فإنه ليس من الربا. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. سلمكم الله تعالى بارك الله. حياكم الله سيدنا الكريم. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام، لأن لقاء إن شاء الله تعالى في الغد، لا تنسونا في دعواتكم. شكرا، في رعاية الله وحفظه.